السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص قرب يخلص، فخلاص بقى بننضف في الشقة وبنجهز للعيد، فنعمل اكلات ايه بسيطة وسهلة كده واقتصادية برضه في نفس الوقت. عندي هنا كبد وقوانص، ده نص كيلو غسلته كويس جدا. القوانص دي بيبقى فيه من ورا كده دهون، دي بشيلها خالص تماما علشان خاطر دي اللي بتعمل ريحة زفارة. وعندي هنا الكبدة بغسلها كويس قوي وبطلع منها اي دم، لان بيبقى فيها تقريبا زي شرايين كده ماشية. ما عنديش ادنى مشكلة ان الكبدة تتهري بس ما يكونش فيها اي دم خالص. بصوا انا اللي بفتحها بايدي كده عشان اطلع منها اي دم خالص. وفي هنا القلوب بقى، برضو القلوب ما ينفعش تعمل وهي مقفولة، لازم تتفتح عشان بيبقى فيها كمية دم كتير قوي، ونخلي بالنا من غسلها جامد جدا يا جماعة علشان ما تعملش ريحة زفارة. احط لها بقى دي كده، انا غسلتها بس لسه ما حطلهاش، هحط لها معاكم معلقتين من الخل. الخل ما بيخليش فيها ريحة زفارة خالص. ونحط كمان دول ليمونتين كبار ومعلقة ملح كبيرة. نحط الحاجات دي كلها ونقلبها كويس واسيبها بقى كده في الملح والخل والليمون لغاية ما اخلص، لغاية ما اعمل الاضافات اللي انا هضيفها على الكبدة ان شاء الله. خلاص انا غسلت الكبدة من الخل والملح والليمون. بصوا شكل الكبد والقوانص اهي، بصوا نضيفه ازاي وبيضه ازاي. بصوا ودي الكبده. الاضافات بقى اللي هضيفها عليها دي ليا ما تتعداش 5 جرام، بس بتخلي طعمها حلو قوي وما بتبانش في الاكل وبتديها ريحه حلوه قوي. انا ما بشتريش الليا غير علشان الكبده بس في البيت بس. معايا بقى هنا بصلايه صغيره متقطعه طرنشات كبيره، وقرن فلفل رومي، التوابل ملح فلفل اسود، ده توم باودر، كمون، كزبره، بصل باودر، بابريكا. البابريكا بتديها لون حلو وريحه جميله جدا. البابريكا مش حراقه. نروح بقى على البوتاجاز مع بعض. عندي طاسه هروح حاطه معلقه واحده زيت بس كده، استنى شويه لغايه ما يسخن، بعد كده اروح منزله الليه. انا حطيت الزيت ده عشان الليه ما تلزقش مني في الطاسه. هستناها بس شوية كده تدوب شوية. هنزل بقى أول حاجة القوانص، القوانص بتاخد سوا شوية عن الكبدة. اقلبها كده شويه لغايه ما تغير لونها، اول ما تغير لونها هحط الكبده على طول. بصوا كده تمام غيرت لونها، انزل بقى بالكبده. اقلب انا وطيت النار شويه عليها عشان تبتدي تنزل الميه بتاعتها وتستوي في الميه بتاعتها. احط لها التوابل، واقلب
بصوا البابريكا اديتها لون حلو ازاي، والريحة كمان جميلة جدا. هغطي بقى واسيبها شوية لغاية ما تنزل الماية بتاعتها. بصوا انا فتحت كده عليها لقيتها نزلت الماية بتاعتها وزودت لها شوية مية صغيرين، وهي كده تقريبا استوت. قبل بقى اما تستوي واطفي احط البصل والفلفل. احط البصل والفلفل نقلب. اعلي النار بقى شوية عشان انا برضو مش عايزة اسوي البصل جامد، عايزة اخلي البصل يكون فيها بيقرمش. اعلي النار انا فضلت مغطية عليها تقريبا ربع ساعة والنار هادية عليها جدا ومغطيها. بعد كده حطيت معاكم البصل اهو، وشوية بقى البصل بس يفضل شوية وهغرفها معاكم. وادي الكبدة خلاص خلصت. ايه رأيكم في شكلها؟ يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم، واظن ان هي طبق اقتصادي النهاردة. بصوا البابريكا بتخلي لونها حلو ازاي. انا بالنسبة لي ممكن ما اكلش الكبدة واكل الصوص اللي فيه البابريكا ده. لو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك وشير واشتركوا في القناة. كل سنة وانتم طيبين. باي باي.